الله حيهم الله رجال مرحبا ابو سلطان مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الله يا رجال مرحبا ملايين مرحبا ملايين مرحبا 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 ملايين جميع مرحبا حياكم الله مرحبا سعادتي عضو المجلس المحلي من محافظة القنبلة
شيوخ القبائل الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا. يا من لبيتم دعوتنا أهلا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا والعنبر، البدر أمسى مشرق والليل حل مضيئا يسفرا. أيها الحمد الكريم، ليس هناك أتحدث عن شخص عزيز علي وأن تكرمه فلحظة الوداع من أصعب ما يمكن في هذه الحياة الدنيا، ومما يزيدها صعوبة يكون من تودعه صاحب الفضل والإنجازات بعد الله سبحانه وتعالى. خلال 6 سنوات الماضية، الحمد لله الذي بنعمته تكون الصالحات، جعل الأرض قرارا وأعافها بسبع سماوات، خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله وجلال صفاته. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات. سعادة رئيس مجلس البلدية أستاذ زايد الدمياني، سعادة رئيس المجلس البلدي أستاذ الجارة أستاذ عايد المجلس، أصحاب السعادة والريادة، رؤساء الإدارات الحكومية، شيوخ وأعيان القبائل، أعضاء المجلس البلدي ومن سكارى، أيها الأخوة الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد باجتماعكم هذا اليوم ب87 عاما من التقدم والنمو والتطور، وأكثر ما يتجلى هذا العطاء اللجنة المسددة في مثل ميادين البلديات التي تعمل بمثابة مؤسسات خدمية تهتم لرفاهية المواطن. وقد لمسنا من حكومتنا وقيادتنا كل اهتمام وحرص وتحكيم بعقيدة صافية وقيادة شعب كريم وقلوب تخفض احتراما وتنقل ولاء واجتهارا، متمنين لبلادنا وقيادتنا كل الخير. أيها الجمع المبارك الكريم، في مجالس الوفاء يصعب أن تتألف الكلمات لتكسر شجاعتها ويبقى الود صامدا ورسولا بين القلوب الناصعة اللامعة من وجه الأخوة الصافية. المشاريع في أفضل كل مكان وتغيير البلدية بكل شكل مجدد، وقد كانوا خير عزبة وعداء عند رقما صعبا في معادلة النجاح، متمنيا لهم كل توفيق ونجاح وفلاح. ورسالة إلى رئيس الجديد الأستاذ بايد الشيخ، قد عرفته بما من حبة النجاح يملك الخطط الكافية والدراية العلمية والعمل في هذه السفينة المباركة، متمنيا له التوفيق والسداد في تولي المهمة والارتقاء إلى الخدمة. أحبتي، لقد كان لا يمكن نسيانه محطة النجاح، توقفت عندها مليئة وستكون لباسا مضيئة في حياتي أينما انتقلت وأينما رحلت، مشعلا وقائدا للنجاح ودراسة عالية للتجربة الفريدة. متمني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة المكتفى به المهندس عبد الله بن مبارك، سعادتي عضو المجلس المحلي الأستاذ عبد الله العيسي، محمد عبد الله العيسي، أصحاب السعادة والأعيان والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدكم ونفسي بمناسبة الذكرى 87 لهذا الوطن الغالي الذي وضع قواعد أسس عبد العزيز آل سعود، فجمعنا بعد شتات وألف بيننا بعد فرقة، وقد مما جعل المملكة العربية السعودية تشهد هذه النهضة التنموية الكبيرة في جميع هدية القدم من المجلس التعاوني للتجارة باسم الأهالي
ويقدمها نيابة عنه الشيخ موسى بن عبد الله الإيسي، إبارة عن خنجر النجراني ودرع